إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع جديدة شرق مركز محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقالت قوات الحكومة اليمنية في بيان لها إنها تمكنت بإسناد من المقاومة الشعبية من السيطرة على مواقع جديدة إثر هجوم شنته على مواقع للحوثيين في جبهة ضحيضة. أشار البيان إلى مقتل 13 عنصرا من جماعة الحوثي. بالتزامن مع ذلك، أفاد مراسل العربي باشتداد وتيرة المعارك في محافظة مأرب المجاورة. هذا وشنت مقاتلة التحالف عددا من الغارات على مواقع وأهداف للحوثيين في مأرب. من صنعاء ينضم إلينا مراسلنا خليل القاهري. خليل، نتابع معك آخر تطورات مسار المعارك على الميدان. نعم، جبهتا مأرب والجوف، شرق وشمال شرق البلاد، هما الجبهتان اللتان تشهدان الآن المواجهات بين الطرفين، لكن عادت على ما يبدو معارك الجوف إلى الواجهة مرة أخرى. تقول القوات الموالية للحكومة بأنها أحرزت تقدما جديدا في استعادة السيطرة على عدد من المناطق الواقعة في الجانب الشرقي من مديرية الحزم، وهي مركز محافظة الجوف. تقول أيضا في بيان لها بأنها تمكنت من أسر عدد من مقاتلي جماعة أنصار الله، بالإضافة إلى مقتل عدد منهم، وهو ما لم يشير إليه الحوثيون في وسائل إعلامهم ولا في بيانات حول هذه التفاصيل الخاصة بمعركة الحزم في محافظة الجوف. لكن بالمقابل المعارك مستمرة على أكثر من جبهة في محافظة مأرب، وتحديدا في مناطق مدغل والكسارة وهيلان ومناطق أخرى تابعة للمناطق الجنوبية والغربية من محافظة مأرب، وهي معارك كر وفر. تقول جماعة أنصار الله بأنها تقدمت تقدما كبيرا في هذه المناطق ضد القوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي، والتي بدورها تقول بأنها تمكنت من صد هجمات عنيفة كانت قد شنتها جماعة أنصار الله، وتمكنت أيضا من إيقاع خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري لجماعة أنصار الله. بينما بالتزامن مع هذه المعارك سواء في مأرب أو الجوف، عاود طيران التحالف شن غاراته الجوية على مواقع لجماعة الحوثي، وخاصة في مناطق القتال في الاتجاهين الجنوبي والغربي من محافظة مأرب. من صنعاء خليل القاهري، شكرا جزيلا لك.